متابعه ام تي في الايف وبهابينج بيستقبل اراز الوزيان. اهلا وسهلا فيك اراز. اليوم رح نحكي عن نقص عن الرقص وتحديدا عن عرض نيريان بلوسمز. حضرتك منسقه فرقه ارين للرقص التابعه لجمعيه شباب انترانيك. رح نبلش نحكي شوي عن فرقه الرقص ارين دانس جروب، كيف تاسست وايمتى وليه انتم تابعين لها الجمعيه شباب انترانيك؟ اكيد بونجور اول شيء لأليك. هيك إذا بدك خلينا نرجع شوي للهيستوري. جمعية شباب أنترانيك تأسست بال 1931. عندهم كذا شق، عندهم الكشفية، الرياضية، الثقافية والشبابية. أكيد ما بدنا ننسى أكيد أنه هن تحت إذا بدك أمبريلة AGBU أو الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية. برئاسة استاذ جيرار تيوفينغجان. وأرين دانس جروب ضم الشق الشبابي. نعم. والنشاطات الرياضية طبعا والفنية والثقافية. أكيد. سو هن تأسسوا بال 1950. أول برفورمنس كانت لقلون بال 1959. من بعدها كملوا البرفورمنسز. يس. صار له مدة. كملوا البرفورمنسز بلبنان وبرات لبنان. ووقت أي نوع الحرب دانس بتقدموا؟ هو بيسيكلي إذا بديك الكارتشلر أرمينيان دانس، الأرمينيان هيريتج. وهيدي البوينت بكل الفكرة بالأرين دانس جروب، أنه نثبت الهوية الأرمنية، نثبت التراث الأرمني، الموسيقى الأرمنية، ونفرج الاستمرارية بكل بلدان العالم إن كان بلبنان ولا برات لبنان، أكيد مع اندماج الكولتشر بالبلد اللي نحن فيه. وهو ضمن أهداف الجمعية بشكل عام، جمعية شباب أنترانيك والـ AGBU صح. كمان 100%. So basically البرفورمنس هالسنة نيريان بلوسمز أكيد رح نرجع فيها نحكي فيها in details. بس كنت عم بقلك عن الهيستوري وبضمن بوقت الحرب كمان كيف قدرتوا تكملوا مع كل النكسات يعني. صح. كمان كيف عم تقدروا تكملوا؟ هلا في فترة وقفنا فيها بس بال 98 رجعنا بلشنا ونون ستوب، يعني قدمنا عروض حتى بعلبك انترناشنال فاستيفال وبكازينو دي ليبان وبرات لبنان كمان مثل لزبون وعراق وسوريا ولبنان وكذا بلد يعني العالم. أرمينيا. خلينا نتعرف شوي عليكم أكثر بهالفيديو اللي حضرتوا لنا. إياه أكيد. Thank you. شيء رائع جدا. وهالموسيقى مع الرقص بينقلونا. كم شخص في بالفرقه حاليا؟ وشفنا اولاد كمان، من اي اعمار عندكم؟ اكيد. هلا عندك الجروب الاساسي هن تقريبا 50 رائص ورائصه. هدول صاروا اكثر من 15 سنه عم بيرقصوا مع الارين دانس جروب. وعنا الدانس أكاديمي يلي ببلش من عمر 6 سنين لعمر 16 سنة، مقسمين لكذا فريق. بيتمرنوا على مدار السنة ليقدروا يعملوا البرفورمنس at the end of the year.
ومثل ما شايفه وشفته بالفيديو كل شيء بيكون تايلر ميد, يعني الكوستيومز, الدانسز, الميوزك, كله بحرفيه تامه بينشغل, يعني ستيب باي ستيب مثل ما بيقولوا. نيريان بلوسومز رح ببلش ب 23 ومستمر ل 24 و 25 بقصر المؤتمرات لبالي دي كونغري دبي بصالة أمين لحود. خلينا نحكي شوي عن تفاصيل العرض, شو بيقدم العرض وكيف مقسمين البرنامج أيضا. أكيد نيريان بلوسومز بيسيكلي أخذنا هيد الاسم بس لنفرجي الريبيرث والريبورن يلي عملنا فيها من بعد إذا بدك وقفة 3 سنين تقريبا. بال 2018 كان عنا عرض, آخر عرض انعملت بال 2018. 2019 حضرنا العرض, بتعرفي بوليتيكلي للأسف ما قدرنا نكمله, بعدين في صار في الكوفيد 19 كمان وقفنا. سو 2023 بلشنا تحضيرات و 2024 الله راد طالعين على المسرح. حلو كتير. يس ب 23 بتاخد وقت يعني. يس لأنه مثل ما قلت لك في كذا عمر, يعني في صغار للكبار. سو ب 23 رح يكون في عنا بيرفورمنس للطلاب, طلاب لبنان, المدارس الأرمنية وغير الأرمنية أكيد نتمنى أنه يكونوا موجودين. نهار السبت رح يكون الغالا ونهار الأحد للجميع فيهم يجوا يحضروا بيرفورمنس تقريبا ساعتين وشوي. أي ساعة بتبلش؟ نهار الأحد على الساعة 7. أوكي وقصدتوا أنه تكونوا للمدارس لحتى تنشروا كمان يمكن التراث والثقافة الموسيقية والرقص الأرمني وين ما كان. اليوم بعدكم عم تستقبلوا أعضاء بالفرقة وأكيد طلب الأكاديمي أكيد. مزبوط 100% لأنه الصغار هن البيس إذا بدك, ببلشوا هن وصغار وبيكبروا مع هذا الفريق ونحن منكبر فيهم. سو هلأ أكيد من بعد البرفورمانس رح يكون في عم نستقبل طلاب جديد, نرجع نفتح باب الطلاب أنه يقدروا يفوتوا ويبلشوا تمارين معنا كرمال سنة الجين الله راد نحضرون للبرفورمانس تبع سنة الجاي. عم نشوف هون كمان التمارين كيف بتصير. قد ايه بيتمرنوا بالنهار لما بيكون في عرض؟ هلا ريسنتلي تقريبا كل يوم بيكون من ساعتين لثلاث ساعات تقريبا بيتمرنوا بير داي اخر فتره, وقبلها بيتمرنوا مرتين او ثلاث مرات بالجمعه حسب كل فريق. أراز مين بيحضر الرقصة؟ مين بيحط الكوريوغرافي؟ ومين بيقرر الموضوع؟ السنة مستوحاة من الطبيعة, من البراعم للزهور يلي عم بتفتح, كيف بتقرروا هيك قصص؟ مثل ما قلت لك نحن التفتح الزهور والنيريان بلوسومز كانت العنوان الكبير كرمال الاستمرارية والوجود. سو بدي أتشكر هون الدانس كوريوغرافر استاذ جيرو كيتشيجيان وابنه خاتشيغ يلي هن كانوا الكوريوغرافرز بالدانسرز وهو الأساس حاليا هيدي السنة. وأكيد ما بدنا ننسى الأقدام مثل استاذ هاي مسرليان ومدام كايانيا مادزونيان يلي كمان كانوا إذا بدك من الأعمدة الأساسية لأرين دانس جروب. وبالمناسبة بدي أتشكر أكيد اللجنة الفنية لنادي لأرين دانس جروب يلي ما بيوفروا أي جهد, بلاس اللجنة الإقليمية برئاسة السيد جرار يلي دايما بيدعمونا فنيا ومعنويا وماديا. حلو. وأستاذ فيكان جارجيان كمان يلي هو رئيس نادي أندية أنترانيك بلبنان, رئيس اللجنة المركزية. وطبعا بعدكم متابعين بعروضاتكم الدولية حتى يعني بكل العالم. مزبوط مزبوط, إن الله راد إن شاء الله نقدر نوصل هالسنة بهيدي البرفورمانس على أرمينيا. هيدي البلان طبعنا. هلا خلينا نقطع بلبنان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله على خير. على كل حال في ملاك حارس شفنا بهالصوره مرافقكم ومتابع, وهي تيمنا بأرين هالفرقه تسميت هيك. مزبوط, أرين كانت الفيدات دانسر بأرين دانس جروب, توفت بال2011 للاسف. بال2012 ليخلدوا اسمها ويكرموها حبوا يسموا الفريق الاي جي بي واي واي اي دانس جروب باسم أرين دانس جروب. حلو كتير. يس بهالطريقة منجرب نرد لها الجميل من كل الأفرت اللي هي كانت دايما تحط بهيدا الفريق وكانت قد تعطي من قلبها. مثل ما قلت تانكيو تعيشي, مثل ما قلت ملاكنا الحارس دايما معنا ونجمه
أكيد هي نجمة كانت هي وعايشة ونجمة اليوم كمان هيك عم بتضل مرافقتكم أيضا بدي أتشكرك كتير وتشكر كمان الام تي في دايما على استضافتنا وانه عم بيعطونا الهوى لنقدر نقدم كل شيء عنا اهلا وسهلا فيكم هيدا جزء من واجبنا انه نكون عم ننشر ثقافه وتحديدا الثقافه الارمنيه تحيه لكم كلكم شكرا لوجودك اراز الوزيون منسقه فرقه ارين للرقص تابعة لجمعيه شباب اونترانيك بنذكر بانه الحفلات رح بيكونوا ب 23 24 و 25 فبراير ب لو بالي دي كونغري ولكل الناس وكل الناس بحبوا الفن والموسيقى مش بس للجمهور الارمني رح ناخذ بريك. Thank you.